أنا الحجة مبروكة محمد كدو وزوجة المرحوم مصطفى بن عمران اللي نعتبره ويعتبروه الناس الطيبين اللي ما يعرفوش ما يبوش الظلم وما يبوش هني وصار عليهم معمر انهم من الشهداء. جوه هني قبلها بيوم وفي العشية كلموا أول مرة كلموا ولاد سيدة ولاد عمة الحج سعد بن عمران. الحج سعد كلم المرحوم قال له راهو يبوجوب وياخذوك لطرابلس باش هما قالوا يحضر شهادة ما شهادة ويحقوا معك. عدى في الصبح وكان داير الجرد هيك على يده وسلمنا عليه كلنا، لكن كنا أنا بالنسبة لي أنا حزن يعني ما قلتهاش للعيال. حتى أمينة وداد جن من المدرسة وهو غالي عليها أمينة بالذات أكثر من وداد. بعد جا نفطرا قلت لها راهو باتك شلوه للسجن. تم يبكن وبعد الحوش تم يملوا فرغ ناس يجي هلا وأصحاب اللي يعرفوه من جدابي ومن كل مكان. بعدين الغادي كشفوا عليه لقوا الراس مضروب في راسه ومغطى بالقطن الراس، والناس كلها عارفة أنه شهيد. واحد من عيالي دريس اسمه دريس كان واحد قال ديما يقول لي شني يا ابن الشهيد. وهذاك الوقت نحن في قبل الثورة ما قدروش نقولوها، نقول اسكت. في 76 خدوا منا الأرض هنا قريبة منا وكان المرحوم يبي يبنيها وحط حتى الحيط والني. بعدين جو خدوها منا قالوا أعطوها الضابط في أيام معمر. في 78 خدوا منا أرض السينما متاع جدابية وأما ما خلوها لني داروها مسرح من غير ما يقولوا للمرحوم من غير تعويض. في 81 خدوا منا مزرعة الزويتينة ودارونا قالوا وين جاء المرحوم بيا قال البيت اللي سكنه عدا المرحوم وسيبه وما زلنا لعند توا ما خديناه.